وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق يحرر أحبائي. من السهل إنك تتستر وراء أفكار وراء ديانات، ومن السهل إنك تهاجم مهاجمات دينية بدون المقارنة في شخصية المسيح مع أي شخصية أخرى، كتاب المسيح مع أي كتاب آخر، دعوة المسيح مع أي دعوة أخرى، تلاميذ المسيح وكيف نشروا الرسالة المسيحية مع أي إرسالية أخرى. ستنتهي أو سينتهي البحث أنك لابد أن تختبر هذا الحق، وعندما تختبر هذا الحق فالحق يحرر، يحررك من العبودية، يحررك من الأفكار البالية، التقاليد اللي مسكتك سنين وقرون طويلة مش قادر تقدر تتحرك أو تتغير. والحق يقودك إلى يسوع المسيح، لأنه الحق المجسد، يعني أنت لازم تنظر إلى يسوع المسيح وتختبر هذا الحق.